مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في الفقرة الثانية من برنامجكم حلم وفكرة. في الحقيقة إن جسم المرأة بيمر عليه تغييرات عديدة بتميزها عن الرجل، زي مرحلة الولادة والحمل وكمان تغيير الهرمونات وبلغها سن اليأس، وإن كل مرحلة من المراحل دي بتحتاج فيها المرأة لأنواع معينة من الغذاء عشان تضمن صحتها وصحة الأطفال اللي معاها. يسعدنا ويشرفني ان انا تكون معايا ضيفتي النهارده حول موضوع صحه المراه، دكتورتي الجميله والعزيزه دكتوره رضوى نبيل، اخصائي التغذيه السليمه والسمنه. اهلا وسهلا بك يا دكتوره. اهلا بيكي، ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشتينا جدا من الحلقه اللي فاتت ومنورانا. وجمهورنا وبرنامجنا وحشني جدا. ميرسي يا حبيبه قلبي. هل فعلا المراه بتحتاج في كل مرحله من مراحل عمرها لانواع معينه من الغذاء؟ أكيد المراحل العمرية المختلفة بتدخل عامل مهم جدا من ضمن الأسئلة اللي أي دكتور وطبيب تغذية بيسألها للمريض. إحنا بيبقى عندنا معادلات بيبقى فيها إذا كان راجل ولا ست، السن، الشغل، الرياضة، في عامل طبعا الكتلة العضلية، في عامل أنت شغلك فيه مجهود ولا لأ. فمن ضمن العوامل المهمة السن. السن بيختلف جدا من طفل لواحد شاب لحد في سن فوق الستين، فكل مرحلة عمرية بندخلها في معادلة كده معقدة. بس اللي في الآخر اللي نحب نقوله اللي احنا ما نقولش العمر ده كحاجز أو شماعة اللي احنا نعلق عليها، اللي احنا ما بنحرقش عشان احنا كبار ولا خلاص بقى الهرمونات بتاعتنا قلت يعني او كده. ما نحسش دايما ان احنا يعني ما فيش امل، لا في امل. واكيد اي انسان لما يهتم باكله بيهتم بصحته اكيد بيعمل فرق. تمام يا دكتور. طب عاوز اعرف من حضرتك ليه المراه بتحتاج لانواع معينه من الغذاء بتختلف عن الرجل؟ بصي، اهم عنصر هو الحديد. تمام. دايما في المرأة قبل انقطاع الطمس بتفقد افريج او متوسط 1 ملي جرام في الايام اللي بيجي عليها الدورة الشهرية. تمام. واخد بالك؟ فلازم هي تعمل ريبليسمنت او تعوض جسمها بالحديد اللي بتنقصه ده. وبالتالي انا اي مكمل غذائي بديه للمرأة هتلاقيه اللي هو فيه حديد اكتر غير الرجل. برضو مهم جدا ان السيدات تعرف اللي بعد انقطاع الطمس لازم اديها كالسيوم اكتر من الرجال، لان الهرمون الانثوي او الاستروجين بيبقى شغال قبل سن انقطاع الطمس، لكن بعد انقطاع الطمس خلاص البويضات بتبقى انتهت من وظيفتها، ومن ضمن وظائف البويضات اللي هم بيطلعوا الهرمون ده. وبالتالي الكالسيوم كمان والترسب للكالسيوم في العظم بيقل، وعشان كده لازم انا اعوضها بكالسيوم وفيتامين د غير الراجل، يعني اكتر من الراجل. يمكن النسبه بتاعه الكالسيوم للست اللي هي بعد سن انقطاع الطمس بيقارب السيده الحامل. تمام. طب عاوزين نعرف في اغذيه معينه بتحتاجها المراه فعلا بعد فتره انقطاع الطمس او بعد بلوغها سن الياس، يعني بجانب بقى ادويه او الكلام من دوت، لا عاوزين نعرف اغذيه معينه بتفيد المراه او السيده اللي هي بقى مش بتحب تاخد ادويه، مش بتحب تاخد علاجات تفيدها في المرحله دي. بالظبط. هو احنا بنتكلم ان كل الادويه دي اسمها مكملات غذائيه. تمام. فهو مكمل وليس اساسي. فاحنا محتاجين كسيده من حصه لحصتين في اليوم لبن او منتجاتها. يعني ايه حصه لبن؟ يعني كوبايه لبن اللي هي 250 مللي الكوبايه العاديه. تمام. او كوبايه زبادي اللي هي 105 جرام اللي هي كوبايه برضو الزبادي العاديه، او نص كوبايه جبنه بيضه، او شريحتين جبنه اللي هي الجبن بقى بانواعها شيدر جوده. يا ريت نبعد عن الانواع اللي بيبقى لونها اصفر قوي او زي الرومي مثلا ملحها عالي. فالالبان ومنتجاتها دي مهمه اللي احنا ناخد يعني مينيمم حصه في اليوم عشان ده المصدر للكالسيوم. تمام. كمان احنا بنهتم جدا بفيتامين د. فيتامين د هو العامل الاساسي او صاحب الكالسيوم اللي بيوديه لمكانه الصح اللي هو العظم والاسنان. تمام. وبالتالي لو انا ما بعرضش جسمي للشمس اللي هو مصدر اساسي للفيتامين د، انا لازم بقى اخده
من مصادر في الاكل. للاسف الاكل بيبقى فيه فيتامين د بس بكميه قليله، وبالتالي انت لازم تنوعي من الاكل عشان تاخدي فيتامين د. فيتامين د بتلاقيه اكتر في كل الاسماك الدهنيه، في المكسرات بالذات الكاجو والعين الجمل، بتلاقيه دايما في صفار البيض، في الكبده، في زيت كبد الحوض. فلازم الحاجات دي هي تبقى تزود في اكلنا يعني. لو احنا ما نتعرضش للشمس. تمام. تعرض الشمس برضو بيبقى ليه وقت، يعني انا لو عرضت بشرتي مجرد بس من ايديا لدراعي من 10 دقائق لتلت ساعه في اليوم ده كافي جدا. كويس. حتى لو يوم بعد يوم، مش لازم كل يوم، بس انا كده بكافئ الجهاز العظمي بتاعي اللي انا بديله فيتامين د عشان يقدر يرسب الكالسيوم فيه. تمام. طب هل معدل الحرق عند السيدة بيقل فعلا بعد فترة انقطاع الطمس او بعد سن الـ40، ولا زي ما هو، ولا ايه بالظبط؟ شوفي انا ونعمل هرجع ايه عشان برضه اقول نزود ان ده ما معدل يبقاش الحرق؟ شماعة، انا هرجع اقول ان ده ما يبقاش شماعة، لان انا بلاقي سيدات اول ما تدخل لي كده، بصي انا خلاص انا عديت الـ50 او عديت حتى الـ40، انا اكيد الحرق ومعدل الحرق بتاعي اقل. لما بيجي نعمل بقى الكشوفات بلاقي معدل الحرق بتاعها طبيعي جدا، بس احنا دايما طب ازاي بنقول نعرف اذا كان معدل، معلش سوري انا اتفضل. بقاطع حضرتك، بس عاوز اعرف ازاي اعرف ان انا فعلا معدل الحرق بتاعي كويس او مش كويس؟ لو ده انت بتاخدي مثلا نظام غذائي في سعرات اقل من اللي انت كنت بتاخديها عاده وما نزلتيش في الوزن، يبقى كده في مشكله، يبقى كده انا محتاج ان انا اروح اعمل تحاليل على الاقل على الاقل للغده الدرقيه عشان اعرف معدل الحرق والهرمونات دي قد ايه. تمام. بس برضو لازم باستشاره طبيب، لان احنا لما بنروح بنفسنا للمعمل ممكن نطلب حاجات احنا مش محتاجينها، واخد بالك؟ لكن والدرقية مرتبطة بالنخامية كمان. اكيد يعني كل الغدد الصماء اللي في جسمنا مرتبطة ببعض. هاي. فمثلا انت حضرتك سالتيني سؤال ليه بعد انقطاع الطمس بيقلل معدل الحرق، هم ربطوها بالبويضات اللي برضو بتفرز هرمون الاستروجين اللي بيحافظ على الكتلة العضلية، بيحافظ ان عدد الخلايا الدهنيه والكتله الدهنيه بتاعتنا تبقى قليله. للاسف بعد السن ده لقوا ان بالذات الدهون بتركز في البطن، وعموما الكتله العضليه بتقل والكتله الدهنيه بتزيد. تمام. ودايما الحرق مرتبط بالكتله العضليه. ثلاث حاجات بقى تحافظ لي على الكتله بس العضليه. الرياضه مش ممكن ان هي تزود الكتله العضليه بالظبط شويه؟ اهو. تمام. يبقى ثلاث حاجات بتحافظ على الكتله العضليه، الحركه، الرياضه. تمام. أيوة. ومش لازم رياضه بمعنى الرياضه ده، انت ممكن ماشي. وانت وممكن وانت قاعده بعد كل اذان تقومي وتقعدي على الكرسي اللي انت ترفعي كده جسمك وتقعدي 5 مرات مثلا. الصلاه. واخده بالظبط. بالك؟ والصلاه مرتبطه بتنظيم يومي. تمام. يعني انت لو عودتي نفسك اللي انت بتتحركي بعد الصلاه خلاص هتبقي بتعمليها اوتوماتيك. صحيح. تاني حاجه الميه، ودايما تقسم يعني اقل حاجه، اقل او ابسط معادله تعرف انت عايز ميه قد ايه، تقسم وزنك على رقم 30. يعني انا لو وزني مثلا 60 كيلو قسمته على 30 يبقى انا محتاجه 2 لتر. بس ملوش علاقه بقى بالطول، ملوش علاقه ايا بالطول، كان وزني دي ايا ابسط كان طولي معادله. في طبعا مؤشر تاني، لو انت بتلاحظي لون البول لو هو اصفر فاتح يبقى انت تمام، يبقى انت ما دخلتيش في حاله الجفاف. لكن لو هو اصفر غامق يبقى انت دخلتي في حاله مية. الجفاف، محتاجه ميه. تمام. تالت حاجه البروتين، وللاسف احنا كسيدات بنهمل في البروتين، تيجي كده تشوفي ال 24 ساعه انت بتاكلي فيها بروتين قد ايه، ما تلاقيش كميه حاجه بسيطه البروتين، في الغدا حاجات وخلاص. بسيطه بالظبط. وبعدين تلاقي ان بعض السيدات ما بتملش مثلا للبيض، ما بتملش للفول. حقيقي. عندهم ده غير اللبن، ده غير مشكله. أيوه. اللبن هو صحيح. البروتينات موجوده في اللحوم، تمام. موجوده في المكسرات، موجوده في البقوليات، موجوده في الالبان ومنتجاتها. فانت لو انت ما بتحبيش حاجه هندخل لك من الناحيه ونديكي الثانيه. من الناحيه الثانيه بالظبط كده. كويس. طب انا محتاجه بروتين قد ايه؟ لو انت واحده بتروحي الشغل وبتيجي او بتشتغلي في البيت، محتاجه لكل جرام، لكل كيلو من جسمك جرام بروتين. فانا مثلا وزني 60 كيلو، فانا محتاجه 60 جرام. 60 جرام لكل كيلو جرام بروتين. تمام. اوكي. انت لو عملتي بحث على جوجل او لو روحتي طبعا لطبيب تغذيه هيديك الـ60 جرام. لو عملتي بحث على جوجل وكتبتي مثلا انا اكلت قطعه فراخ
انا اكلت بيضه مسلوقه، انا شربت كوبايه لبن، انا اكلت مكسرات بيض، هيبتدي يقول لك انت الكميه دي فيها كام جرام بروتين. تمام، ده كويس. مجرد بس ان انت يعني مؤشر كده، هو انت ماشيه في الخط الصح ولا لا. فالثلاثة دولت مهمين عشان الكتلة العضلية، مهمين عشان الحرق، مهمين عشان صحتي. تمام، طب حاجة. كويس. طيب كنت عاوز أسأل حضرتك، بعد بقى بلوغ المرأة سن اليأس أو بعد ما تعدي الأربعين، بنلاقي بقى نضارة البشرة قلت، فعاوزين نعرف إيه الأطعمة بقى اللي تزود النضارة في وشها، طبعا لأن هي من حقها برضو تفضل جميلة على طول. فلو تقولي لنا بقى يا ريت. بصي، احنا دايما كسيدات بنجيب كريمات فيها فيتامين سي، فيتامين اي، كولاجين، ومعتقدين ان الفيتامينات والاحماض الامينيه دي هتخش عن طريق الجلد. لا، يعني احنا لو جبنا اكل مش هيخش عن طريق الجلد. هو ممكن يرطب، ممكن ينعم، لكن يغذي التغذيه من الاكل. صحيح. اوكي، فاحنا محتاجين الكولاجين. الكولاجين اللي هو مثلا اشهر في حاجه إيه في شوربه الكوارع، ده اشهر حاجه. لكن هو موجود برضو في الفراخ، موجود في اللحوم، موجود في الاسماك، بس للاسف موجود في الاسماك في الحاجات اللي احنا ما بناكلهاش. يعني ممكن تلاقي اللي في قشره السمكه في كولاجين اكتر من اللحمه. احنا طبعا ما بناكلش قشره السمكه دي غير يعني في صحيح. اسماك معينه، واخد بالك. فالكولاجين تلاقيه اكتر في مثلا صفار البيض. اوكي، تيجي بقى لبياض البيض يديكي الحمض الامين اللي هيعمل لك الكولاجين. الكولاجين دي عباره عن بروتينات هي اللي بتخلي البشره مرنه. معموله من ثلاث مكونات، الثلاث مكونات دول لازم ناخدهم في اكلنا. اوكي، معاهم ايه بقى؟ معاهم فيتامين سي، وفيتامين سي ده برتقال وليمون وحاجات كده، برتقال وليمون وكيوي وفراوله وخضار بقى، فلفل وبروكلي وسبانخ، كل ده فيتامين سي. فيتامين سي تلاقيه دايما لكل السيدات يقول لك ايه، انا بحط كريم فيه فيتامين سي، بتلاقي اللي فيه تجديد. لان هو بيعيد تغليف او ارتباط الكولاجين والياف الكولاجين دي ببعضها. كويس، واخد بالك. محتاجين برضو عنصر اسمه السلفر. السلفر ده تلاقيه دايما في الثوم، فتلاقي دايما اللي اي سيده بتحط وتضيف ثوم على اكلها، لانهم محتاجين سلفر. محتاجين الزنك. الزنك اللي قاله اللي هو مهم جدا للمناعه. طب هو مهم جدا برضو لتكوين بروتينات موجوده في جسمنا زي الكولاجين. والكولاجين ده تلاقيه اللي هو من يعني هو اكتر بروتين موجود اساسا في جسمنا. تمام، فاحنا لو ما اكلناش صح احنا هنلاقي نفسنا مش بس بقى تخنا وجالنا امراض زي الامراض القلب والكوليسترول العالي وهكذا، لا ده كمان هتلاقي النضاره والعجز والكرمشه والخطوط بتبان كتير. طيب بعد بلوغ المراه سن الياس او بلوغها، بلاش نقول 40 سنه يعني احنا قربنا، لا لا بعد 50 بقى وكلام من ده، الست بتبقى قوتها البدنيه والطاقه عندها قلت، وكمان التركيز قل والذاكره ابتدت تضعف وحاجات زي كده. فاحنا عاوزين نفيدهم، طب يعملوا ايه، ياكلوا ايه، ايه الحاجات اللي هي تزود عندهم معدل الحرق وتزود عندهم التركيز وتزود عندهم الطاقه البدنيه والطاقه الجسمانيه وتحافظ على بنتكلم على التركيز، ومعظم الامهات تقول لي انا وابني، انا وابني بننسى بنركز، بيفوت علينا حاجات. المخ 60% معمول من الدهون. تمام. فانت لازم تاكلي دهون، بس الدهون انواع. في دهون مهدرجه نبعد عنها خالص، اللي هي في المقليات وفي زيوت النخيل وفي المغلفات اللي هي في الشيبسيات والمعجنات وهكذا، دي نبعد عنها خالص. اوكي، او نقلل حتى منها ونزود اكتر الحبوب، المكسرات، الاسماك الدهنيه. يعني دي من اكتر الحاجات اللي فيها احماض دهنيه صحيه. اوكي، مثلا انت عندك التونه، السلمون، الانشوجه، الرنجه اللي بناكلها وشم النسيم مشهور، كل دي اسماك دهنيه فيها الاحماض الامينيه عاليه جدا. كويس. دي لازم ناخدها مثلا مره في الاسبوع مع السمك المشوي مره ثانيه، واخد بالك. تمام. مكسرات، المكسرات بانواعها، وما تخافوش يا جماعه من المكسرات واشاعه المكسرات بتطخن. ده انا لازم اخد مكسرات يوم بعد يوم. ليه؟ لانه مهم جدا في الاحماض الامينيه والاحماض الدهنيه والزنك، واخد بالك، والنحاس والمغنيسيوم، مليان حاجات يعني
خير، واخد بالك؟ جميل. الناس اللي عندهم حساسيه من المكسرات بيقولوا لي نعمل ايه؟ طب ما في سمسم، في بذور تانية، في بذور الشيا، في بذور بذر الكتان، في اللب السوري. بس ما ناكلش كتير، ما هي كل حاجه فعلا في المعدل بالزبط بتاعها المظبوط، مش هتزودنا بالزبط. يعني احنا ما نمنعش نفسنا، وفي نفس الوقت نقدر ناكل الحاجه بتنوع، مش لازم كله اللب السوري، ما انت عندك فول سوداني، ما انت عندك لوز، ما انت عندك كاجو، ما انت عندك عين جمل. فالتنويع وتقنين ده حاجه مهمه، مش هيضر عمره. صحيح بالزبط. طيب في مرحله بقى الشباب والمراهقه، البنات لسه مش بتبقى عارفه مصلحتها كفايه ومش عارفه ايه الاكل المفيد، فتنصحيهم بيه حضرتك؟ شوفي، احنا نمشي معاهم ونمشي على هواهم. يعني مثلا دلوقتي في ترند اللي تحطي اللبن مع الفراوله وتعملي سموزي وتعملي الاشكال، بس ده مغذي مفيد، مغذي جدا. انا مش شايفاه وحش بالزبط يعني جدا. وبتلاقيه هما بيشتروه من بره من المحلات، وتيجي تقول لك لا انا ما بحبش اللبن، طب ما انت بتاخدي مثلا سموزي. ايوه يا ستي، لو مش فاهمين مكوناته المهم ان هو ديليفري، بس انا شاريه من بره فخلاص جميل. هو الحلو بيبقى من بره دايما. أيوة. اللي بيغريهم. بس انت كمان ممكن تزودي القيمه الغذائيه بتاعته، ممكن تحطي عليه جوز هند. جوز هند فيه احماض امينيه حلوه. المكسرات بتاعتك ممكن تحطي عليه معلقه عسل. فاحنا نمشي على هواهم. وانا نفسي لما مثلا الاقي اكله فيها بشاميل، طب ما احط لبن. ما احط يعني على فكره الزبده مش ممنوعه. انا اعرف ان الدهون فعلا الحيوانيه احلى كتير من الدهون النباتيه، الزيوت النباتيه فعلا. يعني استخدمي زبده واستخدميها على حراره عاليه ولا يحصل لها حاجه. تمام، واخده بالك؟ لو خايفه يعني ان انت تستخدمي زيت الزيتون على حراره عاليه، ممكن تستخدمي الزبده. تمام، الزبده وزيت الزيتون نفس السعرات، بس ده ليه فوائد وده ليه فوائد. وكده كده الجسم عامه محتاج طاقه. أكيد. يعني مش معقول ان انا همنع خالص الدهون وهمنع الحاجات السكريات اللي بتديني الطاقه، لا اخد كل حاجه بس معدل كويس. وفي نفس الوقت لو لعبت رياضه، حرقت، اتحركت، كده كده خلاص يعني بالزبط. حرقت كل الدنيا يعني بالزبط. تمام. طب مش عاوزين ننسى حبايبنا بقى الاطفال وعاوزين نعرف ايه الاغذيه المفيده بقى ليهم لبناء العضلات، بناء العظام، الاسنان، كلام زي كده. بصي، في طبعا بروتينات مهمه جدا للاطفال، تمام، موجوده في البيض، موجوده. تمام. يعني يا جماعه ادوا لاولادكم بيضه مسلوقه. ادوا لاولادكم البان ومنتجاتها. لو هم عندهم حساسيه الالبان، في انواع من الالبان دلوقتي كتيره جدا. وشوف المذاق اللي هو يحبه، التيست اللي يحبه. في مهم جدا اللي هم ياخدوا نشويات معقده مع البروتين، ما يبقاش تمام. بس بروتين وخضار، لا، ممكن تديله رز بسماتي، ممكن تديله عيش بلدي، ممكن الصبح تديله توست بني. انوعله يعني، انوعله، لان صحيح. ده هو محتاج نشويات للطاقه طبعا. اكيد. والفاكهه، الفاكهه يا جماعه، لو ابنك ما بيحبش الفاكهه، ابتدي انت زوقي الاكل بتاعك بالفاكهه. صحيح. اعملي له مثلا دبه على شكل او الفاكهه على شكل دبه، على شكل اسد. جميل. والافكار دلوقتي على السوشيال ميديا كتير، كتيره جدا كتير، بس يعني اللي ينفذ. صحيح. حضرتك شرفتينا ونورتينا، وعايزه من حضرتك بس يعني دقيقه واحده تقريبا هي اللي فاضله، كبسوله. ايوه، نصيحه كده لكل السيدات تعمل ايه وتغذي نفسها وتغذي اولادها. ازاي اهتمي بنفسك جامد جدا، اعرفي اللي انت من البرايورتيز او من الاولويات بتاعتك صحتك، عشان تقدري تفيدي اسرتك. حاولي على قد ما تقدري تقللي السكريات، ما مش لازم نمنعها بس تقلليها، هي والمعجنات والبيتزاهات والحاجات دي. لان فعلا السكر البسيط ده اضراره كتير حقيقي. وعلى العكس، زودي البروتينات، زودي الدهون الصحيه، زودي اي خضروات وفواكه الوانها متعدده، لان كل لون ليه مضاد اكسده وليه معادن. السلطه خليه كده بيبرق زي ما بيقولوا. تمام. ميرسي قوي يا دكتوره بجد. شكرا. انا نفسي استفدت من حضرتك كتير جدا جدا، ولقاء مفيد، وبجد نورتينا فعلا. وان شاء الله في لقاءات تانية كتير تبقى حضرتك معانا باذن الله. بنورك وتنورينا. بنورك. ميرسي قوي حبيبتي. ميرسي. اعزائي المشاهدين، فقرتنا النهارده وحلقتنا انتهت، وبجد استفدنا من دكتورة رضوى، وعلى أمل إن شاء الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حلم وفكرة. هتوحشونا واستنونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.